في طبعا فعاليات كتير جدا كمان رياضية وخاصة بالطعام وخاصة بالترفيه. ومعانا دلوقتي على التليفون الناقد الفني عصام زكريا. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك. طبعا حضرتك طبعا مهتم جدا بمهرجان العالم عالمين وبتتابعه من بداياته. حضرتك بتشوف الفعاليات الخاصة الفنية اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين ازاي، وكمان رصدت النجاحات اللي حصلت في الـ4 أيام الأولى ازاي؟ طبعا هو حدث كبير جدا، يعني مش مجرد مهرجان بيستمر لعدة أيام ومش مخصص نشاط واحد، ولكن في نشاطات كثيرة، وده مهم جدا إنه يبقى فيه استمرارية. يعني اللي بيروح يصيف أو بيروح يزور المكان في أي وقت هيلاقي النشاطات موجودة على مدار 40 يوم، فده بيتيح يعني فرصة أكبر لكل الناس اللي بتروح إن هي تحضر جزء أو تحضر بعض الفعاليات. الحاجة الثانية إنه تنوع هذه الفعاليات برضو بيدي فرصة أكبر لعدد أكبر من الناس إنها تلاقي اللي هي عايزاه، يعني اللي عايز يحضر مسرح، اللي عايز يحضر أغاني، اللي عايز يحضر نشاطات رياضية، فهيلاقي حاجة تهمه. لأنه إحنا مثلا إذا عملنا سينما بس، ممكن الناس في المصيف مش بتبقى مهتمة إنها تتفرج على الأفلام. يفضل طبعا النشاطات تكون في الهواء الطلق، يكون فيها حركة، الناس بتنزل مش في مكان مقفول. ممكن حد يفضل المسرح، ممكن حد يفضل نشاط رياضي. فالحقيقة الفعالية كبيرة جدا، وأعتقد إن أول مرة يمكن في مصر تقام احتفالية أو مهرجان يعني بهذا التنوع وبهذه المدة الطويلة. ما أعتقدش مظبوط إن كان فيه مظبوط يعني سوابق لمثل هذا النوع من الفعاليات. مظبوط. طيب حضرتك شايف المسرحيات اللي بتقدم، في طبعا مسرحيتين للنجمين الكبار حسن إرداد وكريم عبد العزيز، كمان في مشاركة المسرحيات بتقدمها شباب وجوه جديدة. الشركة المتحدة كانت حريصة جدا مع وزارة الثقافة ان يحصل في تعاون لضخ دماء جديدة على المسرح. طبعا يعني في نجوم موجودين، وفي كمان يعني مجال للمواهب الجديدة، خاصة إن إحنا المسرح ده هو دايما المفرقة أو الحضانة للمواهب الجديدة دايما، التمثيل خاصة يعني. فدايما المسرح هو بيكون المحطة الأولى للنجوم الشباب ولفرصة إنه يلتقوا بالجمهور وجها لوجه كل يوم. ده بيكسبهم خبرة وثقة وتجربة غنية جدا ليهم. أعتقد إنها بتترك طبعا يعني تأثير إيجابي جدا على الكارير بتاعهم بعد كده وعلى موهبتهم، أستاذ وده عصام مهم جدا إنه يبقى فيه مواهب جديدة ووجوه جديدة وشباب جدد يشاركوا في هذه الفعاليات. مؤكد طبعا. طب أستاذ عصام، مشاركة نجم بحجم نجم كريم عبد العزيز وهو نجم سينما كبير جدا واحنا دايما بنتابعه من خلال الأفلام، إنه يكون موجود في مهرجان العالم عالمين بيقدم مسرحية كبيرة، وكمان إلى جانبه النجم الكبير برضه حسن إرداد، حضرتك بتشوف الخطوة دي إزاي؟ هو في إحساس كده مسؤولية وطنية أو مسؤولية اجتماعية لإحياء هذا المكان وإحياء هذه المدينة ولإحياء النشاط الثقافي والفني في البلد بشكل عام، وده شيء مهم جدا إنه في وعي بأهميته وفي إدراك للمزايا والإيجابيات الكثيرة اللي بتنتج عن مثل هذه الفعاليات، لأن هي مش مجرد عرض الناس بتتفرج عليه وخلاص، لأ ده يعني في أهمية سياحية وأهمية اقتصادية وأهمية سياسية كمان ناتجة عن طبعا هذا الحضور القوي يعني. طبعا طبعا. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عصام زكريا الناقد الفني ومدير مهرجان القاهرة السينمائي. مشاهدينا لسه مكملين معاكم الحياة في العالمين، ولكن بعد الفاصل.